سعيدة الغوفي والتي من سميناها وحيدة الغوفي، هي فعلا وحيدة الغوفي لكنها سعيدة. علاش سعيدة؟ أولا اسمها سعيدة، ثانيا إنسانة اللي راضية بحياتها. 35 سنة عايشة في كوخ غار وحدها. أقرب إنسان لها لازم تهبط للواد وتعاود تطلع الجبل باش تطلع الطريق باش تلاقى بأقرب إنسان. تخيلوا 35 سنة عايشة لتما، الرفيق الوحيد لها، المعيز اللي عندها، وزوج كلاب عند الباب. وني ديجان باش هبطنا عندها سمير عينا، وباش طلعنا من عندها في الليل عينا، وقريب ما تبحرنا. وهي يوميا زوج مرات ثلاث مرات كيفاش عايشة؟ الروث تاع المعيز طموا في خيشات تحطوا فوق كتافها، تطلع بها هذيك الطريق كامل باش تبيعوا ب 30,000 ولا 40,000، وتعاود تشريه قرط باش تهبط وتوكل المعزه تاعها. حياتها كامل كسره اليابسه، المطلوع المشين مطلوع، الكسره اليابسه والحليب تاع المعيز، هذه هي حياتها. التغذيه تاعها هذيك هي. ونرجع نقول زاكو عايشه في منطقه اولاد عمها، نقعد كل عدد نقوله لكم، العائله تاعها اولاد عمها ناس ربي فاتحها عليهم. هذه الحاجه اللي توجع في القلب. شوف وراهم ناس، وراهم ناس باتنا. احنا الحمد لله جاونا شويه اتصالات على سعيده، واحده منهم اللي من الجلفه اللي قالت لنا انا مستعده اني انا نستقبلها في داري وتعيش معايا، وش بقى لها من حياتي تعيش معايا. نتمنى ان شاء الله احنا راح ندرسوا هذه القضيه مع سعيده، وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يقدمه لها. نشوفوا واش راح تحكي لنا اليوم سعيده عبدو. يلا اعطيونا نشوفوا سعيده واش راح تحكي لنا. انسان باش لازم يخدم باش ياكل ويشرب ويعيش، انت كيفاش تاكلي وتشربي؟ نخدم على زراعي، نجيب السميد هذا ناكل على زراعي. منين تشري السميد بصح؟ منين عندك درهم باش تشري السميد؟ نطلع الفوق ونجيب على ظهري، كل شيء نهزو على ظهري. منين تجيبي السوار وتساعد دراهم؟ منين دراهم؟ نخدم على زراعي. واش باش تخدمي؟ واش تخدمي؟ نهز نبيع الغبار ونجيب. داكور، تما تدير الغبار اللي هو الروث تاع المعيز تاعك، ديريه في خيشات وتديه تبيعه. شحال تبيعيه الخيشه هذيك؟ شحال تدخل لك؟ نبيعها 30,000 شكارة صغيرة نتاع الدقيق، نبيعها الكبيرة ب 60,000. اوكي، ومن بعد بدراهمها تشري الكسرة وتشري القرط. نشري الخبز اليابسي، المعزة، نشري القرط. ساعات شي يعاوني الناس في الطريق يحنوا عليا. احنا ديجان باش هبطنا من فوق من لي بالكون هذا تاع الغوفي باش وصلنا لعندك لهنا تعبنا. هبطنا من الفوق ومن بعد نزيد نقطعوا الواد ونعاودوا نطلعوا. انا تعبنا، نتنع ثلاث خطرات ونجيب القرطي المعزه، تعبنا. ثلاث مرات في النهار؟ ثلاث مرات حتى لاربع مرات، نطلع ونهبط نطلع ونهبط، واحد ما يعاوني وحدي. تطلعي محمله وتهبطي محمله؟ هي. سعيده طلعي محمله ونهبطي محمله. انا ليتي ما علمني سكات، تعبانة غير من طول العقبات، انصح بغير في الحيوانات ما يحسوا بيا. والله خويا سي فريمون خويا هشام، هذا مثال على المرأة الجزائرية المناضلة اخو، باش تشوف المرأة الجزائرية شحال قوية وشحال. انا نعرف ناس باتنا كيما نقول لك اليوم ما جيناش نشوفوا الاسباب وما جيناش نشوفوا فاميلتها اللي سمحوا فيها، جينا نلقاو لها حل. نعرف ناس باتنا رجال، ونعرف ناس باتنا كما يقول لك كرامه، وعندي احبابي ان شاء الله نسيو احنا نقدروا في هذه الحصه نقدروا نلموا لها واش لازم. سينو عندي احباب من باتنا بالك، على بالي بلي لو كان تصل بهم، على بالي بلي ان شاء الله. هذا الشيء اللي نتمناه، هذا الشيء الدور تاعنا كامل كيما رانا هنا، اللي قدر ربي عطانا شويه شهره شويه كلمه توصل زاكو، لازم نديروا احنا لي فور باش نستغلوا هذه الشهره. تفضل. وجهها يبان اكبر من عمرها 35 قلت انت؟ لا عشت 35 سنه تما وحدها، شافي العمر تاعها. عمرها 47 اعتقد، 47 مشي كبيره. وي يا حليل الحياه اللي عايشتها يا جماعه، تطلع وتطلع يوميا ثلاث اربع مرات. راك شفت قاعد تقصيرات المو. الله يا حليل يا اخو، الله يا حليل يا هشام خويا. نتمنى احنا الهدف تاعنا ولا المشروع اللي حابين نديروا لسعيده، انه نشوفوا لها قطعه ارض صغيره لتما، نبنيوا لها فيها على الاقل شالي صغير، ونديروا لها المعيز تاعها هذوك، تولي تقدر تسترزق منهم في لافيل ماشي في هذيك الكوينه اللي راهي حاصله. ان شاء الله اذا درتوا زيدوا قربوها شويه. فوالا هذا حبينا، ارض صغيره في لافيل فوق في منطقه اللي يكون كاينه فيها حياه على الاقل، انه هنا وحدها مع الحيوانات صدقا وحدها. كاين بزاف عباد يا خويا هشام في مناطق الظل والله غير ما نسمعوا بهم.